للفجر اذانان، فهل ذلك سنة واجبة ام مستحبة؟ وهل ذلك في رمضان ام في جميع الشهور العام؟ وما توقيتهما؟ الواجب الاذان فقط، الاذان واحد في الجهر. اما الاذان الثاني يكون مستحب اذا دعت الحاجة اليه، ولا احفظ النبي تعالى الا في رمضان كان بأذان يؤذن حتى يوقظ النائم وينبه القائم قبل الفجر بقليل، ولا احفظ عنه صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، ولكن بعضها العلم استحبه مطلقا للتنبيه لأنه ينبه قرب الفجر حتى يستعيد الناس الفجر، والذي يصوم يصوم، وإلا فالأمر في واسع. الواجب أذان الفجر فقط، أما الأول فليس بواجب بل هو مستحب إذا دعت الحاجة إليه.